السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا بإذن الله تعالى راح نوريكم كيف تركب مراوح RGB أو أي مراوح على الكيس حقك وتبدلها. وطبعا إيش فوائد المراوح RGB أو RGB يعني معناتها ترى يعني مراوح ملونة أو شيء زي كذا. لكن إيش فائدة مراوح في PC؟ تبريد، أداء أحسن وشكل أحسن. فما بيطول عليكم أكثر من كذا وأخليكم على الفيديو. قبل لا أنسى يا جماعة الخير، عندكم حساب الانستغرام حقي تحت يسار بحطه لكم. لا تنسون تشتركون عندي، واللي يبغى يتواصل معي عن طريق الانستغرام طبعا. وراح ننزل صورة أكثر، وراح ننزل مقاطع بسيطة في الانستغرام وضحك واستهبال. فما بيطول عليكم أكثر وأخليكم على الفيديو. طيب يا جماعة الخير، أول ما نبدأ عندنا هذه المراوح اللي عندنا، وعندنا الإيدي الستريب اللي هو الخط الإيدي، هذا هو المحول حق المراوح، وهذه عندنا الريموت، هذه الريموت علينا. هذا هو الكيس قبل ما نركب على المراوح. هذه المراوح اللي عليها العادية، أربع مراوح حمراء جاية مع الكيس بشكل عام. كويسة، مش بطالة، لكن صوتها حتى مزعج وعملية، لكن قعدت معي 3 سنوات ما في أحسن منها. طيب، هذا عندنا الكيس. أول شيء نفك الغطاء البلاستيكي اللي عندنا أو القزاز أو الحديد اللي عندك. تحتاج مفتاح أمريكي ومفتاح عادي اللي هو المربع يسمونه. أول شيء نفك المروحة الخلفية هذه، طبعا نفك المسامير وتسحبها سحب عادي زي ما تشوف. شوف الغبار اللي عليها، يعني واضح أن الكيس قديم جدا، معني منظف والله يعني قبل شهر وشي، لكن يلا. فيه من وراء تسحب الكيبل عشان ما ينقطع، هذا هو الكيبل، تسحبه من وراء الكيس ببساطة، يعني تسحبه تفكه وتفصله خلاص. طيب الآن بنفك الأمريكي، نفك المسمار هذا وهذا وهذا ونفكه، وريكم كيف نفكه، يعني ما يحتاج فك عادي. أو ما تفك الغطاء البلاستيكي هذا راح تطلع لك المراوح، 3 مراوح أمامية زي تشوفون لونها حمراء وكلها غبار، هذه ما فكيتها من اشتريت الجهاز طبعا. طبعا راح نفكها احنا مروحه مروحه، وتشوفون الغبار اللي وراها شلون. هذا هي، شوف الغبار شلون صار دائره ورا. اكيد نسحب الكيابل لك شوي شوي عشان ما تنقطع الكيابل، عشان المراوح يعني لو تبيها تستخدمها يعني. هذه احنا نفكها واحده واحده. مسامير عاديه على حسب الكيس عندك مكان المسامير، لكن احرص دائما انك ما يعني بشكل عام تكسر القاعده حقه المروحه، او زي ما تشوف الكيبل هنا صعب يطلع، يعني لو تسحب شويه نفس الراس الادابتر هذا ينكسر وما تقدر تستخدم المروحه مره ثانيه. شوف مليان غبار يعني صراحه. ارتحت وغيرتها، حتى الجهاز صوته قل وصار شكله اجمل وتبريده احسن. بعد ما فكينا المراوح، شوف عندنا الفلتر نفكه، هذا يحتاج تنظيف عندنا. شوف الغبار الموجود على الجهاز، طبعا لازم يتنظف ذا ولا كله على القطار راح يكون. والله ما قصرت المراوح يعني. وهذه المراوح بعد ما فكيتها، انا اقصد المروحه الجديده هذه بعد ما ركبتها، شبكتها في PC بس لكن ما ركبتها للحين. فيها اكثر من مود زي ما تشوفون، الوان ازرق احمر اصفر اللي تبي فيها، 256 لون واكثر من 100 مود يسمونه او شيء، حركه المراوح وحركه الالوان. وطبعا تقدر تسرع وتضعف السرعه حقت المراوح، فيها اكثر من شيء صراحه حلو وينفع بنفس الوقت. الفيديو هذا خطه طبعا من كاميرا الجوال على السريع، الشكر لله هذا الموجود. لكن زي ما تشوفون يعني شغل مرتب، يعني مع انها اسم المراوح هذه كول مون، طبعا صينيه لكن صينيه كويسه. يجي بها 6 مراوح على اخذتها انا، مع المحول مع الريموت، وزي ما تشوفون فيها اكثر من مود وتقدر تغير على كيفك وتفكفك وتنقص اللي تبي. هذا شكله بعد ما ركبتها انا عندي في الكيس، لكن الى الان ما سكرت الغطاء البلاستيكي، واستعرض لكم كيف شكلها على الكيس صايره. طبعا ركبت معها LED ستريب اللي هو خط LED هذا، يعطي جماليه صراحه روعه. طبعا قيمته اقل من 30 ريال، يعني ولا حاجة. يعطيك اكثر من لون، نفس الكلام، هو ينشبك مع المراوح من نفس الادابتر حقها او نفس المحول،
كلها تنشبك جميع وكلها تحكم بها مرة واحدة. وبغير لكم المود من مود، عندك هذا الأحمر وتقدر تخليه طبعا بريثينج، تقدر تخليه ريمبو، تقدر تخليه تعرفون الأشياء هذه حقت الـ RGB بشكل عام. هذا أخضر وأزرق وفي أصفر وفي أحمر في برتقالي، في تقريبا الستاندر الموجودة. طيب هذا بعد ما ركبت الغطاء البلاستيك اللي عندي أنا، هذا الشكل النهائي للجهاز، شكل ما يحتاج يعني. شوف هذا الشكل مع الـ LED strip، مع ركبت طبعا اللي فوق هذول المراوح أنا ركبتهم ما كانوا موجودين أصلا، كان زي ما تشوفون أول الفيديو كان فقط 4 مراوح، الآن 6 مراوح. شكلها أحسن، حتى النور الـ LED حقها تفصيله أفضل من الأول، سطوعه عالي، تقدر تخفض السطوع وترفعه على كيفك. فجوعة الخير هذا اللي عندنا هذا اليوم، يعطيكم ألف عافية على مشاهدة الفيديو. لا تنسى تسوي لنا لايك سبسكرايب وشير الفيديو، وانا طبعا يلا تشاركون عندنا في الانستغرام، واللي يبغى يتواصل معي يتواصل على الانستغرام، ولو يبغى يتكلم معي يتكلم على الانستغرام، موجودين كل وقت بإذن الله تعالى. وعذرونا إذا ما نزلنا كثير من الحلقات، هذا بسبب جماعة الخير أن اختبارات يعني بشكل عام، أي طالب جامعي يعرف الوقت ذا كله مليان اختبارات وحالتنا حالة. فالله يسهل على الجميع إن شاء الله، والله يوفقنا الجميع. فكان معكم باسم من قناة هيسوكا، ولا بيطول المقطع هو قصير، يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.